كنت بعض التعليقات اللي محطوطة انه هي عملت كذا علشان عاوزة تثير الجدل، عشان عايزة تطلع ترند، عشان عايزة تطلع ترند، عشان على فكرة رغد انا عايزة اقولك حاجة بس عشان ده جهل. انت دلوقتي في برنامج صح؟ ده اسمه ايه؟ سابع سما. لا يعني سابع سما ده هارد تي في شو. هارد توك شو. It's a hard talk show. صح. يعني ايه شو؟ فيه من انترتينمنت، فيه شو سبايسي، يعني عرض، يعني شو. It's a show. احنا طالعين نعمل شو، بس مش شو كذاب. لكن انا واجبي اني الفت نظرك، لو ما لفتش نظرك هبقى مش صح. هو بيقصدوا يمكن الازمات اللي بتحصل بعد كل حلقه، عرفت؟ عشان كذا. الامثله ما فيهاش خالص، يعني كل حاجه قالوها حصلت غلط. يعني كل حاجة قالوها لو مشينا بالترتيب كده فتاة المول، كل اللي كنتوا بتقولوه على التحرر شوية غلط، احنا طلعنا صح. ولما طلعنا بفيديو صح محدش اتفرج على الفيديو. يعني احنا طلعنا صح. الحاجة التانية بالدخان والتعلب، محدش خد صور على من على موبايل، ومحدش عمل اي حاجة، وطلعت عملية ابتزاز رسمي فهمي نظمي. نمبر 2 التخان، انا عمري ما قلت ان ريحتهم وحشة، وكل الكلام اللي انتوا قلتوه ده ملوش فيديو ولا اي حاجة، دي تلافيق ملهاش اي اساس من الصح. تالت حاجه ايه؟ الثعلب. اعمل ايه؟ طب الثعلب عملنا ايه؟ عايزين نعمل ايه؟ انت اتفرجتي عليه هو بيتعذب وهو بيصعب. هو مين قال انه تعذب؟ هو انا النهارده لما اجي اكبر صوره قوي لعينيكي دلوقتي، هما قالوا دمع. هو شفت انا الفيديو، المخرجه بتاعتنا اسمها ايه؟ ساره. لو دلوقتي ساره عملت كلوز اب على عينيكي قوي 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 قوي، نوع من الفلاش، هتلمع يعني؟ لو ساره تعمل دلوقتي اكستريم كلوز اب على عينيكي، هيقول لك ريهام قامت ضربت رغد فعيطت، والناس كلها هتصدق ان انا قمت ضربتك وعيطت. ده ناس بقى لها 35 سنه بتعمل ده برخصه، يعني قانونا بتصطاد تعالب توديها نقابة البيطريين ولا كلية البيطريين يعملوا عليها تجارب، وبعدين يسيبوها في البرية بعد كده. يعني ما بيقتلوهاش. وعلى فكرة ولو بيقتلوها وأنا صورتهم أنا ماليش دعوة. أنا ليا، أنا ممكن أصور ظواهر سلبية وممكن أصور ظواهر إيجابية لتسليط الضوء. وأنتِ بقى تصرفي بعد كده. أنتوا كلكم شتمتوني أنا، ومحدش جاب سيرة الصياد. أنا ما شفتش حد خالص جاب سيرة الصياد. وتاني يوم طلعنا فيديو والثعلب متسرح ومحطوط له شامبو دراي شامبو وبتاع، محدش شاف الفيديو برضه. وثلاث ارباع الناس اللي حاطه بوستات تشتم فيا من صحابي، حتى انا معايا صور ليهم دلوقتي بالمينك. الموضوع ده جاب لك السكر والزهايمر الى حد ما؟ الزهايمر انا بنسى. عرفتي منين؟ عرفتي منين؟ عرفت اصلا، شفت لك فيديو كنت منسى. انا ما قلتش حكايه بنسى دي للناس. بقيت بتنسي؟ بقيت بنسى جدا بطريقه من كتر الضغط اللي انت فيه. لما رحت للدكتور النيورولوجيست قال لي ان لما بيبقى فيه اوفر ثينكينج او تفكير زياده او ضيق زياده، زي ما تقولي المخ بيتلف، يعني بيبقى عليه ضغط كبير قوي فبينسى. واللي بيشتغلوا معايا هنا في النهار 10 سنين بيقولوا لك ان انا كنت بفتكر الكادر رقم 2 في الدقيقه 5 في الفريم رقم، يعني كنت كمبيوتر. فيصعب عليكي نفسك بصراحه، بس السن والسكر برضو كمان. السكر من ورا الضغط النفسي ده بيروح ويجي، بيروح ويجي الضغط النفسي. مع ان انا كنت قويه، ما اعرفش ايه اللي حصل. يعني انا طلعت من السجن وكنت زعلتي على حالك ولا زعلتي اكتر من الناس اللي حواليك؟ مثلا انا من المواضيع اللي برضه استغربتها، ازاي الكرو اللي اشتغلتي معاهم 25 سنه ما حدش منهم بيكلمك؟ زعلانين منك؟ لا مش كلهم، معظم اللي اتسجنوا صح اكتر في القضيه، اللي اتسجنوا ما بيتكلموش معاكي دلوقتي. مش عارفه ليه، مع انهم اكتر هزار. معتبرينك سبب انت في دخولهم انهم انه كانوا بيشتغلوا معايا مثلا؟ طب ما انا كنت سبب في انهم يتعرفوا برضه، كنت سبب في انهم يبقى معاهم فلوس، كنت سبب في انهم يدخلوا النهار، كنت سبب في حاجات كويسه كتير قوي. وهو انا هم اتسجنوا وانا كنت في البيت يعني ولا ايه؟ درجة عايشة بشك صرتي ريهام، يعني خاصة قضية المعدة اللي دخلت وسجلت لك، واللي من خلال هذه الحادثة نمت شهر بالسرير انت. لا هقول لك حاجة، دي انا المعده اللي هي كانت بعتنها تسجلني دي، والله العظيم وحياه ربنا ما بكذب، انا قعدت
ست ايام في حاله ذهول. عارفه والله العظيم وحياه ربنا قاعده على الكنبه كده عامله كده، وكل اللي بساله نفسي ليه؟ عملت لها ايه؟ عمرها ما شفت مني حاجه وحشه. المعايده دي كان الكروب يكرهها كله، كان يقعد يقول لي ما تتعامليش معاها وبتاع، بس انا مش كده. يعني انا بالعكس اللي بيقولوا عليا صعبه في الشغل، بالعكس انا بفوت كتير قوي، وخصوصا لو حد شاطر في الشغل.